سعيدة بلقاء قيادة ومنسوبي الجامعة في ملتقانا السنوي للجودة للعام الثاني على التوالي. تعتبر هذه الفرصة رائعة لتسليط الضوء على أفضل الممارسات الأكاديمية وأيضا نشرها كثقافة وغرسها كقيم في أعمالنا التعليمية والتدريسية. استعرضنا اليوم في ملتقى الجودة أفضل الممارسات للعام الحالي وكان عددها 5 ممارسات. كذلك استعرضنا الممارسات ذات الأثر المستدام للعام الجامعي 1443 والعام الجامعي 1444. اليوم في ملتقى الجودة للعام الثاني على التوالي تم إطلاق مبادرة شخصية الجودة وتم ترشيح عدد 5 من أعضاء هيئة التدريس بناء على عدة معايير أكاديمية متعلقة بالجودة، وهذه المبادرة الغرض منها هو استمرارية واستدامة أعمال الجودة في الجامعة.